بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم انصر فلسطين، اللهم انصر فلسطين، اللهم حرر بيت المقدس. قطب كائنتاس أيام كنا فيا الحقيقة وسود وين يا هذا الميشة كتيرين ووأها تاقير دي أموتيي رئيس الوزارة الدولة الفدرالكا إيكوا تحنيد حماس إناني أحين أركب جهزو أضعف الإيمان دينا ديك صوبي كرين دينا العيد الأدري كرين إنينو قلبك إيا عقلك إيا أفكبا وغهيرينو هدينو الصومالين هاي واجبه رئيس الوزراء روحكو هادلي افكي دولته اي افكي مواطنين مين لغا نقديو مالحي قفكي اسيداد النقدنا وقف امن سن ان صوماليا فرنشيغا مصروفة ورلغا تقبال مني فرنشيو الله وح مصروفة تاريخ ما تعالى مريكا كمقدشون سوى قلق وقت لي عيدي وحوك لكل من ووح واقع مينكو عيبوني سوحدي هورانا يسألنين وحا اي دولة دي نوسو تاق ويدي واني من كيواقي لچيتشيدي ماها دولة دو إنقا اي إساقا تاق ويدي إنقا قعمها إنقا الهشي سحين يينا العدكا لكم والمرسون إنقا دوميني إنقا انا اللي سكرة وطني يدوى شيء قاليا رئيس الوزراء حبليا ليه كويت الليلة يانا تبسك وحد صو صارين أرد أفسيسا فرنشي با إنا إلالية يفرنشي با إنا كبا يفرنشي با وحنا سيا قربك انت سان قد فيا الحقيقة تدكو آد بأسوغيين خطبة حسن نصر الله أنا أقوم أسوغيين واهوري باش سني شيعو لينو كلا قيبي مركز هوس لوسو داد دقو إسلاك اللي اسكب داي وين الدول العرب دولة ديه عربتو الدول يكونتو كاهي محقي تشيران وين الأحرار الله يرحمهم مركا ان والله غفر دوغنا مركا لغي ما دو اسلام نمدا اي مسلم نمدا والله غفر دوغنا حزب الله اي ايران با إن حماس ليس بربر تاقو
oo aanay hadal ahayn ee ay ficil tahay waxay ahayd wax gara laakiin ma dhicin sidaa awgeed ayaana wixii ay dadku xasan nasrallah ka sugayeen aanan ka sugayn xaqna wuu lahayay xaq uu u lahaa قدو كان خطبة دي حسن نصر الله أيها الكنافية الحقيقة حنصو نقول أيها صومالي وأن دون شعورات كهدلين أو إلي عدر كوا صومالي دودنا والصومالي حديئة قبيل كإسكدار في الهيدين دي الدولة بعد نقول الهيدين صوماليات وحوغلي لكن عدنا إحساننا إيه عدوك والصومالي قدوك على إنت سأقول له فيها بطلان وحبال لقى السوسيق الشيق اياه انا قميشة وحا يقود بيسي كعانكي دولة دي كعانكا اهي با ودن كا قرو ويهي بوصاسة يقود بيسي ميشة انا السمادة دي هشيسة هاي سببت انا هشيس وهاي بانتتك وشيق يا عاوة markii cumad maxamuud iyo islaam koodu SSDF galeen islaad maxamed ciise maxamuud waa la soo haray musawabax oo cismaan maxamuudanana wuu la soo haray anigu shakhsiyaad iyo firdi ka hadli maayo laakiin cumad maxamuud dagaalka waa u dhammaayo ethoobiya waa galay عيسي وكلا الصوحرة إسلام محمد موسى وبحنو وكلا الصوحرة صدح لي اسم بواد انتين الله يرحمهم خراد بيكون ريبتي داد كمان تتشوغة اسم مضوضو ان آني هشيس نقول والعضو كهلكا كبعض دور عضو كوا اساس دي اف waa islaan ciise iyo boqor burhaanisu salaam hawaaye waa halka aan idii sheegayaa qodobkaana intaas ayaan ku dhaafayaayo ma rabo sidaa wax u ogahay inaan hoos ugu daadigo alxaqiiqa isimadaa dhulbaxantee oo markii horeba garaad cabdiqani uu qarda wax ka dhisay puntland waa laga yaabaa haddii ay soo dhex galaan way yidhaahdaan manuu qoor diibanaysaan in wuxuun hagaagaan haddii kale laa samax allah anugu waxba hadda u saadaalin maaye laakiin ma inda fiicna alxaqiiqa وبلتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار